بالنسبة للمقابلة أمام الواك فهاد الشيء جا عن عمل وجدنا لها بحال جميع المقابلات، والواك ما كنكروش بأنه فريق كبير وفي الميدان ديالو أمام الجماهير ديالو، فالمباراة كانت صعبة شوية، لكن الحمد لله تمكنا من الانتصار بثلاث نقاط هي الأهم. فهاد المباراة هذه كتخول لينا بزاف ديال الحوايج، وغادي نساوو نفكروا في المقابله الجايه ان شاء الله باش نشدوا السكه الصحيحه، والمرتبه ديال الدفاع الحسني الجديد فين خاصها تكون ان شاء الله. واه ضروري، فالحمد لله السي بدو الزاكي فخلى الفريق في امان، وجا السي عبد القادر العمراني، فالحمد لله الفرقه راه كتشوفوها وكيف كتكومونتيو عليها، فهذا الشيء كيجي عن عمل، اي انتصار كيجي عن عمل. كرة القدم هي هذه، حنا خدمنا على هذا الانتصار ونساو هذه المقابلة ونفكروا في انتصار آخر إن شاء الله، وفيليسيتاسيون للاعبين والجماهير الجديدين. وبكل صراحة اللاعبين كاملين أنهم كانوا مآمنين أننا نقدروا نحققوا واحد النتيجة إيجابية من قلب مدينة البيضاء. بكل صراحة هذا الشيء ما جاش غير عن الصدفة، كنا اشتغلنا بزاف، درنا واحد معسكر في مدينة البيضاء في مراكش لمدة 5 أيام، اشتغلنا بجد تما، والحمد لله اليوم عطات الثمار ديالو، وهذه ان شاء الله ما هي الا البدايه ان شاء الله باش نعاودوا نرجعوا لهذاك التوهج ديالنا باش نفرحوا الجمهور ديالنا ونحقوا واحد المرتبه اللي تكون كتشرف النادي ان شاء الله. اول حاجه الا بغيتي تلعب في دونور خاصك تعرف كيفاش تجيري هذاك الضغط ديال الجماهير، كما كتعرف فريق جمهور الوداد البيضاوي جمهور كبير. الحمد لله اليوم عرفنا كيفاش اننا نستغلوا هذاك الضغط ديال الجمهور لصالحنا، والحمد لله هذا كان سبب من الاسباب اللي خلاتنا اننا نكونوا مزيانين ونحققوا نتيجه ايجابيه. دابا كاينه دماء جديده في الفريق بكل صراحه، اشتغلنا مع الزاكي في بدايه ديال الموسم حققنا مع نتائج ايجابيه، دابا جا مدرب جديد كان خاصنا شويه الوقت باش نتادابطوا معاه، حتى هو عنده واحد سيستم جو عنده خدمه ديالو اللي الحمد لله اليوم بدينا كنتفاهموا معاه وبانت على ارضيه الملعب، وكما قلت لك ما هذه الا البدايه ان شاء الله باش نرجعوا بقوه.